السلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناة يوميات أم أشرقات. اليوم إن شاء الله غادي نحضر وصفة ديال الكرعين اللي غنحتاجو ليها الكرعين اللي تنظفوهم وتيجيو على هذا الشكل، تتقطعوهم على حسب الرغبة. تنحتاجو البصلة كبيرة مقطعة رقيقة، تنحتاجو الحمص، تنحتاجو الزبيب، مطيشة كبيرة محكوكة، نص كاس او ربع كاس ديال زيت العود، تنحتاجو القزبر، جوج فصوص ثوم او ثلاثة. للتوابل تنحتاجو سكينجبير، البزار، شوية القرفة، الملح، زعفران حار، شوية الخرقوم بلدي، ونص معلقة ديال الخل اللي غادي ناخدو في طنجرة الضغط الماء ونخليوه يغلي، ونوضعو فيه هاد نص معلقة ديال الخل، ونوضعو فيهم هاد الكرعين المقطعين، نخليهم يغليو 10 دقائق ونرجعو معكم ان شاء الله. البنات، من بعد ما غلى لنا الكرعين 10 دقائق حيدناه، عاودنا شلناه من المسخون. غادي نضيفوا ليه بصلة مقطعة رقيقة، غادي نضيفو ليه نص كاس او ربع كاس ديال زيت الزيتون، غادي نضيفو جوج ديال صوص الثوم، نضيفو معلقة ديال القزبر، ونضيفو العطرية اللي عندنا اللي ذكرنا. غنقليو الكل وتقلى مزيان، ملي غادي تقلى غادي نضيفو الحمص ونرجعو معكم ان شاء الله. من بعد ما تقلات نتقلى في الكرعين ديالنا، غنضيفو ليهم الحمص اللي نقعناهم ليلة كاملة في الماء، صفيناهم ورميناهم مع الكرعين يطيبو. غادي مباشرة نروي، بسم الله، نديرو الماء الكافي اللي غادي يطيب لينا الكرعين. هما تقريبا تيحتاجو لساعة لساعة الا ربع ديال الطهي ديالهم ان شاء الله. يطيبو ان شاء الله الكرعين والحمص، ونكملو معكم ان شاء الله الوصفة. البنات، من بعد ما قرب يطيب لينا الكرعين ديالنا، غنضيفو ليه هذيك مطيشة محكوكة، غنضيفو الزبيب اللي غسلناه ورقدناه في الماء، ونخليوه يكمل في الطياب ونرجعو لكم التقديم ان شاء الله. البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم، تيجي على هذا الشكل، كرعين والحمص والزبيب. نتمنى يعجبكم وتجربوهم وبصحة وراحة.